هبتدي ببيع من اول 500 جنيه. بنات لاكبر نسبه شير هكسب 3 بنات ودافون كاش. ازاي فستان سواري تركي بيع ب 500 جنيه بس؟ وعايزه اقول لكم ان الحصتين جديده، اتي ليه سهام يوسف اللي في مول الصفا الدور الثاني عامل عروض الفساتين، بيع بتبدا من اول 500 جنيه، 1000 جنيه، 2000 جنيه. اسعار عظمه يا جماعه، ده انت لو جيتي فصلتي هتفصلي اغلى من كده. العنوان فين؟ دمياط القديمه، مول الصفا الدور الثاني، اتي ليه سهام يوسف. وفي مفاجاه في اخر الفيديو، اتفرجي على الفيديو للاخر. يا صباح الفل، النهارده طالعين من اتيليه سهام يوسف اللي في مول الصفا الدور الثاني. طبعا زي ما عودتكم انا جايبه لكم عروض النهارده مميزه، عروض جامده بتبتدي ببيع من اول 500 جنيه. طيب تعالوا نشوف كده، شايفين حاجه زي دي؟ على فكره عايزه اقول لكم ان الحاجات دي ما بتبانش الا في اللبس. بصوا يا جماعه، هو مش متبهدل وشكله حلو ولونه ظريف. يعني جنيه الحداية بيع هنقول 1000 جنيه 2000 جنيه عشان برضو ما اكونش بكذب عليكم. شايفين ده؟ الناس اللي بتحب الالوان الكتير والشغل الكتير، عايزه اقول لكم ان حاجه زي دي بتبقى تحفه في اللبس. وعلى فكره ده برضو اللي هو حاجه زي كده داخل العرض برضو من اول 500 جنيه لحداية 2000 جنيه بيع. وعايزه اقول لكم ان انا هوريكم تريكايه عند مدام سهام تحفه تركي بقى، وحاجات راقيه كده عندها لمسات الصراحه في الفساتين حلوة قوي. شايفين ده ودراعاته عامل ازاي وشغله تحفة برضه. والله انا كنت هلبسه بس انا عامة بحب الالوان اللي هي اللي زي دي، الكافيهات بقى طبعا انا تعبكم معايا وتعب نفسي عشان بقولكم حتة حتة، بس انا برضه احب برضه افرج كله علشان برضه. وبصوا والعنوان جايبه لكم من اول المول من بره لحد ما توصلوا الاتيليه، انا مش حرمكم من حاجة. اهو ده شفون كده والاكستنشن منه فيه، وفي حاجه زي كده برضو منه فيه كده، والطول اللي هو الناشف ده 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 شوفوا يا جماعه دول مختلف قوي، يعني مش عارفه ده ديله عامل زي الدوران كده وشغله ناعم شويه وداخل فيه الوان. بصوا يا جماعه هو تقريبا قصير من قدام وطويل من ورا، شايفين؟ قال البنات لاكبر نسبه شير هكسب 3 بنات ودافون كاش. طبعا هتشيري وانت عارفه المصداقيه بتاعتي، وتهدي كده وانا هظبطك. ده ستان يا جماعه، ده ستان، الشغل عامل ازاي؟ عايزه اقول لكم الحاجات دي ما بتبانش الا في الفلوس. بصي ينفع معاكي خطوبه قوي، وفي نفس الوقت شوف انت بتأجري بكام؟ بتأجري ب 2000 ب 1000 ونص. انا بجيب لك بيع يبدا من اول 500 جنيه وحاجات بقى مش متهانه مش متبهدله. وعايزه اقول لكم ان هو اساسا تبداي العرض مثلا من 500 ل 1000 في حاجات جديده لانج ما تلبستش. نشوف ده، شايفين؟ على فكره ينفع خطوبه قوي. طبعا انا عايزه اقول لكم ان انا هوريكم كتير قوي، احنا نطول مع بعض، خليكي لاخر الفيديو عشان في مفاجاه جامده قوي اخر. شوف ده خطير، ده برده عارفه الوسط الساقط كده وخطير، ينفع معاكي برده خطوبه وينفع معاكي مناسبه برده. سواريه شايفين دي؟ ادي في وشنا احنا مش شايفينها. ده بقى الموديل اللي هو اللون التاني، ده لون تاني منه اللي هو التدريس كان منه اللي هو، وده برضو يا بنات والاكستنشن منه فيه برضو، في بقى منه بيتفك وفي منه لا. طبعا البنات طبعا اللي بتحب السواريهات عارفه ان الحاجات دي في اللبس حاجه تانية. نشوف ده برضو، قرب كده عنه، شغله هادي شويه، شايفين ده؟ الناس بقى اللي بتحب الشغل الهادي بقى الشيك. شوف ده عامل ازاي، اللون بتاعه عامل ازاي، والصدر هادي خالص واللون تحفه. عايزه بصوا منه لونين، يعني شوفوا الرصاصي بتاعه، مش هطلع بقى عشان انا هبط، حلو قوي. الناس بقى اللي بتحب الغوامق وجمالها تلبس تحته بكاش مبيبانش حاجه يعني، فما تقلقيش ده حلو قوي.
سليماني عندها لمسات كده عجباني قوي من ساعه ما جيت اللي انا اعمل لها الاعلان. بصراحه اللمسه بتاعتها بتاعت الفساتين بتاعتها عجباني. وده برضو ده لونه شيك قوي. عامه بحب الالوان الهاديه الشيك اللي زي دي والشغل الهادي. شايفين ومنفوش ينفع خطوبه، حطه تحته البتاع الكبيره دي ينفع خطوبه معاكي قوي. ده لونه مميز شويه وشغله هادي برضو. في الدراع عامل ازاي؟ وعلى فكره انت ممكن تعدلي فيه. طب اقول لك على حاجه، انت بتفصلي الفستان بكام؟ قولي لي بتفصلي الفستان بكام. بيوصل معاكي ال 2000 وشويه. انت ممكن تشتري حاجه من اول 500 جنيه 1000 جنيه 2000 جنيه وجاهز، يعني تلبسيه ظبط عليكي يا خدتيه، بدل ما تقعدي تستني الترزي ويقرفك. فانا بوفر عليكي. شايفين القمر ده تحفه؟ شايفين دراعه اصلا عامل ازاي؟ والله يا ابني ناس متربي اقسم بالله. شايفين ده هيبقى عامل ازاي ده في اللبس وجماله؟ شفتوا كده ده لمسه مميزه كده. شفت انا بوريكوا كل حاجه، ما بخبيش عليكم حاجه. الشغل الاسود في اسود ده على فكره عايزه اقول لكم اللي بيبقى خطير في اللبس، جامد في اللبس. الدراع بتاعه متاح برضو انك انت تعدلي الدراع برضو، يعني متاح انك تشيليه، متاح انك تعملي دراع عادي زي ده مثلا. طب شايفين ده؟ بصوا يا جماعه انا بحب السواريهات. لو جيتي فكرتي ده من دريس حلو قوي، حلو قوي. زي ما قلت لكم في حاجات يا جماعه يا بنات جديده، لانج جديده ما تلبستش خالص. شايفين ده؟ في منه واحد ابيض، بصوا انا اول ما شفته يعني بصراحه تحفه. شايفين ده جميل قوي تحفه. والاسودات طبعا اللي انتوا بتلبلونا عليها يا ايه، هات لنا فساتين سودا. شايفين ده مش صك يا جماعه، ده هو منفوش شويه من تحت، نظامه غريب شويه اول مره اشوفه. حلو. شايفين ده وجماله وشيكته؟ قمر ده اثني ناس قوي تحفه. بصوا اقول لكم برده، بصوا يا جماعه كل الشغل ده تركي، كل الشغل ده ايه؟ تركي مميز. الناس الفاهمه هي اللي هتعرف ان الشغل تركي. شايفين النبيتي ده؟ اول لابسه. بصوا يا جماعه اللي هو ده متلبس اساسا، يعني مش اول لابسه ان حد لبسه، لا هو متلبس اساسا. شايفين اوريكم منه الذهبي؟ بصوا القطعه دي بقى مميزه، يعني مميزه مش هتشوفيها في اماكن كتير اصلا، مش هتشوفها في حته، مميزه جدا. خد لكم بيها لقطه ما يهمش حاجه. دي برده جميله تحفه. بصوا برده انا اوريكم اللي هي البيضه دي، يا جماعه شايفين الشغل على الديل عامل ازاي ولا من ورا؟ شايفين من ورا عامل ازاي؟ بصوا يا جماعه تحفه 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 في اللبس، حاجه تانية خالص. طيب هنشوف برضو اللي هو ده. بصوا يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان الالوان الكاميرا ظلمها، شايفين هو تحفه. وبصوا يا جماعه هي الحاجه مميزه ده برضو على فكره، دي لون تاني مرتبه تقريبا اللون الثاني. شفت طلعت عامله ازاي؟ خطير. والاكستنشن هو صب والاكستنشن منه فيه، شايفين لونه تحفه. تعالوا يا جماعه كده اوريكم بقى الموديلات التركي. بصوا يا جماعه كل الموديلات دي كلها تركي اصلي، طبعا غير متاح العرض لانها هتتقلب، لان الحاجات دي بقى اصليه تركي. يعني بصوا مش هوريكم حاجه، بس شوفوا قد ايه. عايزه تبقي مميزه، عايزه تلبسي حاجه قطعه حلوه، تمام؟ هتروحي لاتيليه سهام يوسف. العروض بتبدا من اول 500 جنيه بيع لحديه 1000 2000. شوفي من 500 800 900 1000 2000. العنوان فين؟ دمياط القديمه مول الصفوه الدور الثاني اتيليه سهام يوسف. تعالوا مع بعض اوريكم حته لقطه تحفه للفساتين. يلا